السيدات والسادة، لم أكتب نصا لأنني تركت لمناخي الحضرة أن يملي علي كلمات قد تكون أكثر صدقا مما يخطه القلم قبل انعقاد المؤتمر، فما يكتب قبل الانعقاد قد تشوبه البرودة، وأنا أحاول أن أبس حرارة ما توصل إلي من هذا اللقاء. أول ما تبادر إلى ذهني أن هذا المؤتمر يدق جرسا كبيرا في آذان المجتمع العربي ويقول له: مثلك كمثل المستثمر الذي يملك مالا ولكنه لا يستعمل إلا نصفه ويترك النصف الآخر في المنزل، يضع بعضه في كيس أسود يمنع عنه النور والهواء، وبعضه في غرف المونة، وبعضه في المطبخ، وكثيرا منه تحت السرير وفوق السرير. فإذا ما عاوزته الحاجة لمال آخر لكي يكمل به استثماره ذهب للاقتراض من الدول المجاورة، ذهب إلى إفريقيا وآسيا فيما المال عنده يتركه للتآكل وفقدان قيمته ليصبح بعد ذلك عبئا عليه. أعتقد أن هذا المؤتمر يقول هذا لكل المجتمعات العربية التي تهمل نصفها إهمالا بليدا وغبيا. أنا هنا ومن باب الدعابة أقول ما همسه بأذني سعادة السفير الفرنسي إذ قال أن على الرجال أن يكونوا أشد أو الأشد حماسة لكي أو لتمكين المرأة لكي تلعب دورها، فربما هذا يؤدي بهم إلى راحة أكبر مما هم عليه الآن. وأعتقد أنه محق من جهة، ولكنه من جهة أخرى يفوته أن المرأة المنتجة لا تكون في المنزل إلا سببا لإطلاق راحة جديد من نوع آخر، لأنها ستشارك الرجل في تفكيره وفي مخططاته، فليس هو سيد الموقف وسيد القرار، بل له شريكة في الموقف وفي القرار. أعترف لكم أن خبرتي التي كنت أتوقع أن تكون قصيرة ولكنها طالت أكثر مما ينبغي، أي خبرتي في هذه السنة التي مرت علي في وزارة الشؤون الاجتماعية، قد وضعت أمامي حقائق في غاية الأهمية. جاءني مرة وفد من البرلمان الإيطالي برئاسة نائب رئيس البرلمان وسألني: ما سر صمود هذا البلد؟ لو تعرضت أي دولة أوروبية لنسبة ضئيلة مما تتعرضون له لهبطت الدولة في البحر. قلت له: هناك أعمدة غير منظورة ترفع البلد وتعطيه صلابته وتمده بالقوة، إنها هذه الجمعيات والنشاطات الأهلية والاجتماعية التي تشكل بحق دعائم البلد، هي غير منظورة ولكنها محسوسة وملموسة. وإنني أجد بينكم الآن سيدات هن من نص السياسة وفصها وصلبها وفصلها، ورغم ذلك يقاربن السياسة بأساليب مختلفة منتجة تضع أمامنا نماذج براقة. أنا أرى سيدات هن في الحقيقة ربما أكثر جدارة من الرجال في قيادة البلد، ولكنهن يقودن البلد بطريقة أخرى.
طبعا أحييكن واحدة واحدة. نحن هنا في مؤتمر ترعاه الحسناء، اسمحوا لي أن أقول أن أجمل السيدات هي السيدة المنتجة، واسمحوا لي أن أقول أن العمل الاجتماعي الحقيقي هو في واقعه عمل وطني فيه صيانة للجغرافيا والديموغرافيا. نحن في هذه المرحلة الخطيرة، ربما يمر أو تمر الأمة العربية بأخطر وأبشع ظواهر السياسة والتردي والانحطاط. أيضا واجبي يملي علي كوزير مطلع بالملف السوري أن أعلمكم وأن أحيط الرأي العام بأن لبنان لم يمر في تاريخه بخطر وجودي كمثل الخطر الذي نعيشه. هذا يقتضي منا أن نخرج من ترف المباحكة ومن انتظار ما سوف يعدونه لنا في الخارج. هناك معادلة بسيطة جدا، إذا كنا نحن مستعدين لتلقف أي حل خارجي فهذا فيه خير، وإذا كنا ننتظر أن يسفر الحل الخارجي عن حل لنا نقول لهم نحن سنصبح ثمنا لذلك الحل الخارجي. شكراً.